الطبيبة جمح كاينة أخصائية في طب الأطفال عيادة ريان بلدية بازا. موضوع اليوم هو التبول اللا إرادي ولا التبول الليلي عند الأطفال. كي نتكلموا على التبول اللا إرادي، هو استمرار التبول ما بعد سن الخامسة عند الطفل. للطفل لازم يكون فيه ما يبولش افون 5 ans. دونك اون جينيرال سي ان بروبليم كي بيرسيست ولا اللي يقعد افون لاج دو 5 ans. اللي نعيطو لو تاني اون انوريزي. انواع التبول اللا ارادي عند الطفل، يعني نتحدثوا على نوعين. عندنا النوع الاول لينوريزي بريمير ولا التبول اللا ارادي الاولي، وهو المشكل الاكثر شيوعا، واللينوريزي سيكوندير ولا التبول اللا ارادي الثانوي. اسباب تاع التبول اللا ارادي عند الطفل، في النوع الاول هو اون جينيرال ان بروبليم هيريديتير ولا مشكل وراثي، يعني نقدروا نلقاو المشكل هذا عند واحد من الابوين ولا دي فوا في زوج، اللي ما عنده حتى سبب اون جينيرال، وهو مشكل في البلوغ تاع المثانه، يعني المثانه ولا لا فيسي ما تلحقش لمرحله البلوغ، يعني مازال ما تتحكمش في نفسها، ومع الوقت يعني قدرة تروح حتى ل 15 18 سنه وين المثانه تولي تتحكم في نفسها، وهذا المشكل يروح وحده. المشكل النوع الثاني هو التبول اللا ارادي ثانوي ولا سيكوندير. في الحالة هذه لازم نتحدثوا على الأسباب العضوية، لازم نحوسوا عليهم. من بين هذه الأسباب عندنا مرض السكري عند الأطفال، عندنا التهاب في المجاري البولية عند الطفل، عندنا مشكل تاع الإمساك اللي يقدر تاني يمدن هذا النوع من التبول، وعندنا الاضطرابات النفسية ولا الاضطرابات السلوكية. كي نتحدثوا على لي بروبليم سيكولوجيك، نتحدثوا على الطفل معنف، عنده صديق يكون في بيئه اسريه يعني مضطربه ماشي متوازنه، عندنا الطفل يعاني مثلا من مشكل الغيره مثلا، وكاين امر اخر هو النوم العميق. يعني كاين اطفال اللي عندهم النوم تاعهم عميق، في النوم العميق المخ ما يقدرش يتحكم في المثانه، والطفل في الحاله هذه يكون عنده تبول ليلي. الامور الاولى اللي نتحدثوا عليها هي الامور الوقائيه، يعني نطلبوا من الطفل انه ما يكثرش من شرب السوائل، وهذا بعد المغرب اون جينيرال ا بارتير دو 18 19 ما يشربش الماء بزاف. عندنا ثاني يعني نحاربوا الامساك ان الطفل يكثر من الخضر والفواكه، يعني امور اللي فيها الالياف الطبيعيه. شرب الماء وهذا في الصباح ولا في الفطور، يعني باش يكون يروح عندنا خطر الامساك. الفجام نعنفوا الطفل كما قلنا، نشجعوه كما قلنا باش يروح للمرحاض، وسورتو يفولوتي كونتر لا ريتونسيون، يعني ما لازمش يحجر البول تاعو في لافيسي، باسكو هذا يمد لنا خطر تاع لي زانفيكسيون اورينير. وبيان سور عندنا العلاج النفسي اللي عنده دور كبير، باسكو نقدروا نقولوا ولا حصرنا المشكل النفسي عنده دور كبير ولا عنده اهميه كبيره في هدف العلاج تاعو، باش نحيوا هذه العقده النفسيه. باسكو كاين اولياء اللي يعنفوا ولادهم، اللي يضربوا ولادهم على هذا الشيء، الوغ كو هو مشكل لا ارادي. يعني الدواء نخلوه في اخر مرحله، يعني هذا الدواء الكيميائي اللي حنا سي اون هرمون، يعني اللي تقلل هرمون اللي يقلل من عمليه التبول. يعني هذا يكون نهضروا مع الاولياء، ولا شافوا بلي ما يتحملوش كامل هذا التبول، ولا كان تبول اللي يقدر يسبب عقده نفسيه عند الطفل اللي يكون كبير، في الحاله هذه نكونوا مضطرين باش نمدوا العلاج الكيميائي. النصائح الوقائيه اللي نتكلموا عليها بصفه عامه، كما قلنا التقليل من السوائل بعد المغرب ابارتير دو 18 من نقص السوائل، شرب الماء، الدخول الى المرحاض على الاقل 4 مرات في اليوم سورتو قبل النوم، تشجيع الطفل اللي يروح للمرحاض. من الناحيه النفسيه لازم نتحكموا في الاولياء، يتحكموا في الاعصاب تاعهم، ما يضربوش الطفل تاعهم، ما يعنفوش. لازم نفهموا الاولياء بلي هذا الشيء يقدر يروح مع الوقت، والطفل ما عنده اي دخل في هذا الشيء.